Spreki, spreki! صباح الخير يا شفيق. اهلا. استمتع حقا بصنع المذاق. يمكنك أن تدخل حجرة الطعام دقيقة يا بني. مستعد للعمل يا سيدي. هذا هو الرجل الذي حطم صندوق بريدي. حسنا، لا يمكن أن أفعل شيئا كهذا. بالطبع لا يمكنك. كلمة هذا الخاسر ضد كلمتك يا فتى، لا يمكنهم إدانتك بهذا. لقد دمرنا فوراتي. نعم هذا هو الرجل. سيد سكوير بانس، أنت مقبوض عليك. مستر سلطة، لم أفعل شيئا. عقابي لم يكن أنا. لماذا تجن في وقت العمل يا فتى؟ سأفقد الكثير من المال. لم أجن، خلطوا بيني وبين شخص آخر، أنا بريء. سبريكي سبريكي. احتفظ بهذا للقاضي يا فتى. اعترف، لا يوجد أحد يشبهك مطلقا ما عدا هذا الشخص. يظن العلماء أن الطاهي الثائر هو سبونج الكهف من عصور ما قبل التاريخ الذي ظننا أنه قرأ بالفعل. رأيت، لم أدمر أي ملكيات، كان سبونج الكهف. هو فقط تائه وخائف، يحتاج سبونج آخر ليتحدث إليه. بعد وقت قصير مستر سلطة وسبونج بوب ذهب إلى المدينة لمواجهة الوحش البري. هل فعلنا؟ سبونج بوب، سبونج بوب، سبونجي سبونجي. الآن نحقق نجاحا. هل يمكن أن تنزل وتسلم نفسك إلى الشرطة؟ مرحبا. حسنا يا سبونجي سبونجي، أحترم ذلك كما تريد. سبريكي سبريكي. تحب هذا ها؟ لن يضعه أحد في السجن يا بني. أنقذ ملايين للمدينة بتدميره قاعة المدينة، يفترض أن تهدم الأسبوع المقبل. سبونجي سبونجي حر. سبونجي سبونجي. وهكذا بعد أن عاد الوحش إلى هدوئه، عادت الحياة في مقرمشات سلطة لطبيعتها ولو فقط في هذه الحلقة. معكم بيتش بيركنز مع أخبار قاع الهامور. تاريخ
عائلات قاع الهامور لنرى. سكوير هيدز، سكوير شيرتس، سكوير بانس. إنه هنا. إنه تمثال لسبونج باك سكوير بانس. لم أسمع عنه من قبل. له تمثاله الخاص. مكتوب أنه أنقذ بلدة وادي العين الميتة. كان هذا اسم قاع الهامور في التاريخ يا سبونج بوب. كانت البلدة تعيش تحت حكم دكتاتور طاغية، إلى أن جاء رجل غريب إلى البلدة. واو، البلدة الكبيرة. حسناً، سأحقق ثروة. أريد قطعة مثلجات بطعم الفانيليا. أنت جديد هنا، أليس كذلك؟ بلى، نزلت تواً من القطار. هذا رائع. كيف حالكم جميعا؟ رائع، مزعج آخر. اجعله يدفع ضعف الثمن. أهلا يا أصدقاء. ما الذي جاء بك إلى هذا الوادي أيها الغريب؟ هو غريب الأطوار. اسمي سبونج باك، رحلت عن موطني كي أتي إلى المدينة الكبيرة. أنا هنا من أجل العمل. مدهش، تم تعيينك. أعرفكم يا أصدقاء بالمأمور الجديد. وظيفة المأمور، أنا هنا من أجل وظيفة الطباخ. أنا مشهور في بلدي بالطعام اللذيذ الذي أعده. أعد اللحم الحار مع الصلصة الحارة. لا إهانة يا فتى، لكن مذاقه سيء. بطريقة جيدة؟ لا، بطريقة سيئة. انظر، لقد أعطيناك الشرط بالفعل، وينص القانون هنا على عدم التراجع. منذ متى؟ هذا يعني أنك المأمور الجديد. ماذا حدث للمأمور السابق؟ إنه في تل الحذاء. ولماذا في تل الحذاء؟ لأن تل الشجرة الميتة قد امتلأ عن آخره. إنه قادم، العين الميتة قادم. مجددا. انهض الآن، أنا هنا من أجلي النقود يا سلطة. ماذا؟ كيف إذن أحتفظ بمطعمي وأنت تأخذ جميع الأقساط التي يجب أن أدفعها؟ أنا سأفلس يا سيدي. هذه هي الفكرة. تصورت أن الأمر واضح. نعم، سأعود غدا ظهرا من أجل الملكية. هاي، هذا ليس مالك. من قال هذا؟ وقت الظهيرة. أجرب؟ لا يمكنك أن تفعل هذا. تحية كبيرة لسبونج باك. شكرا أيها المأمور سبونج باك على إنقاذك البلدة ولأنك قضيت على هذا الشرير. التاريخ سوف يبرئني. هذبنا ذهب شمشوني كله وصنعنا منه تمثالا لك. يعجبني تصميمي أكثر. أنا آسف بشأن خداعك لقبول منصب المأمور، ولكي أعوضك عن هذا جئت لك بشارة جديدة إذا قبلتها. واو، طباخ. أشكركم يا أهل قاع الوادي، هذا التمثال أكثر من رائع. ربما مختلف عني من الظهر، لكنه رائع. عندما يكون لي حفيدي أريده أن ينظر إلى هذا التمثال ويقول هاي، أنا فخور بجدي جدي 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 جدي.
سبونج بوب، أنا قريبك بلاك جاك. هل تعرف؟ خرجت من السجن وقررت أن أذهب لزيارة والديك. إذا أردت أن تراهما واجهني في مباراة مصارعة في منزلهما. جرب أيها الصغير. بلاك جاك خرج من السجن. هذا صحيح يا سريع. قريبي بلاك جاك نفسه، قريبي بلاك جاك الذي كان يضربني طول الوقت عندما كنت صغيرا. هيا يا صغير لنظر عدة مرات إذا كنت تظن أنك قوي. لماذا نفعل؟ هذا سيثبت أنك مجرد رجل صغير. سبونج مرت فترة، أراك الآن ما زلت رجلا صغيرا. والداي في قبضة المجرم، يجب أن أذهب لهما. سريع، لا أعرف إلى متى سأتغيب وأظنني لن أعود. قد أصبح قطعة من القماش، لكن يجب أن أذهب من أجل والدي. يا إلهي، ماذا حدث لمنزل والدي؟ ما هذا؟ ممنوع الدخول؟ هل هذا شريط الشرطة؟ هناك سبب واحد لوجود الشرطة، لابد أن هناك جريمة قد وقعت. تمالك أعصابك يا سكوير بانتس، يجب أن تكون في قوة الأظافر. الأثاث مغطى بالبلاستيك؟ لابد أن الشرطة غطته كي تحافظ على الجريمة. ترى ما الذي حدث هنا؟ ما هذا؟ حطم بلاك جاك صورة العائلة. يا إلهي، ماذا فعل بوالدي؟ أوه عزيزي، أسعد كثيرا بقضاء الوقت معك، فأنت تقضي أغلب وقتك في العمل. أحضرت لكم مزياً جديداً. هذا الجبان، أين أخذهما؟ أحتاج مزيداً من الأدلة. أمي النجدة محبوسان في القبو. أمي أبي، هيا بنا لنذهب من هنا. أوه، لكن إذا ذهبنا سيفوتنا الحفل. الحفل؟ أوه بالطبع، نحتفل بخروج قريبك بلاك جاك من السجن. ليت والدتك تتوقف عن إسقاط كل ما هو مصنوع من زجاج كما حطمت إطار الصورة. قلت لك يا عزيزي إنها غلطة عمال الرش. عمال الرش؟ ما رأيته في منزلهما ليس موقع جريمة. الجريمة الوحيدة التي وقعت في منزلنا هي انتشار الحشرات المزعجة فيه، لابد أنها خرجت. إذن لم تتعرض للتعذيب على يد بلاك جاك؟ لا يا سبونج بوب، لقد دفع بلاك جاك ثمن غلطته وأقلع عن أسلوبه الإجرامي. لن يلقي بالقمامة في الشارع. معك حق. أوه ها هو الفتى الذي نحتفل به، ظل يتحدث طول اليوم عن رغبته في اللعب معك. ذكر شيئا عن نط الحبل كما كان يفعل وأنتما صغيران. هل جئت كي ترتعش مثل قنديل البحر أم جئت من أجل المصارعة؟ كي أرتعش. كنت أعرف أنك رجل صغير استعد لاسترجاع الماضي في الحاضر. هيا يا بوبي الصغير، لا تسمح له أن يغلبك، يجب أن تدافع عن نفسك. صفح الكيل، لن أتحمل بعد اليوم، سوف أدافع عن نفسي. أتريد شجارا؟ هيا بنا. قريبي بلاك جاك، يحمي ولا أحمي. مثل أيام الطفولة، أليس كذلك؟ نعم بلاك جاك، لم تتغير مطلقا. آه،
واجبك المدرسي؟ لا يا بسيط، كتيب فيه تفاصيل المرح الذي سنحصل عليه، الحاجز المرجاني العظيم، انظر، زلاجات ضخمة كثيرة، ومنصات القفز، والقلاع، وحبال للأرجحة، والقلاع، ومدينة ألعاب مائية. هذا ما سأل لعابك فوقه. يجب أن نغني أغنية الطريق. طريق 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 طريق، وأنا على الطريق لا أحتاج إلى صديق، وأنا على الطريق يدخل في عيني طيب، وأنا على الطريق أشعر أنه ملك لي، وأنا على الطريق أرجوك لا تلمس رأسي، سنغني للطريق يسعدنا في وقت الضيق، سنغني للطريق فهو لي أعز صبي. هل يعرف أحد أغنية أخرى؟ كم أشعر بالملل. لقد تخطيت هذه المرحلة، أشعر بالملل. يا أولاد، هل أرى ملعبا بالقرب من هنا؟ ليس أكثر الملاعب مرحا يا سبونج بوب. حسنا، علينا أن نستمتع. هذا ممتع، هيا يا بسيط، عليك أن تجرب. سبونج بوب، هل تتحدث إلي؟ أعتقد أنني سمعت صوت سبونج بوب يأتي من هذا الاتجاه. سبونج بوب، أين أنت؟ يا بسيط. سبونج بوب، أين تختبئ يا فتى؟ هذا ليس مضحكا. بسيط، أنا أقف هنا. سبونج بوب، كيف وصلت إلى هنا؟ حسنا، عندما رأيت الوضوح. ثلاجة! أنا لست بخير. لست؟ لا، أنا رائع. لقد كان هذا مذهلاً. لننطلق مرة أخرى. بسيط، انتظر. ما الذي يفعله متجر التذكارات هنا؟ يبيع التذكارات. يا بسيط، انظر إلى هذا. هل ستشتري شيئاً؟ لا، أنا لا أحب شراء التذكارات. لا أحد لا يحب شراء. لقد أدركت ما هو المكان. أدركت؟ بسيط، نحن وقعنا في فخ للسائحين. فخ. هيا بنا لنهرب قبل أن ننفق ما معنا. بسيط، انتظر، رأيت تمثالاً يصلح لأن أضعه على رف الموقد. سبونج بوب، لا! سنغني. سبونج بوب، ربما يجدر بنا أن نتوقف عن الغناء قليلاً. فكرة صعبة، سأعزف أغنية الطريق على هذه الصفارة. مستعدون للرحيل. شكرا مجددا. بسيط، هذه ألطف حشرة مخيفة كان لي شرف لقائها في حياتي. أنا أيضا. سبونج بوب، هوها أنتما هنا. اصعدا يا أولاد، عاد القارب كالجديد، وما زالت أمامنا مسافة طويلة في هذه الرحلة. أولاد، افعل شيئا بسرعة. إنه ولدك يا عزيزتي، ولدك يا عزيزتي.
المكان ضيق. قريبي ستانلي. قريبي سبونج باب. ما الذي جاء بك إلى قاع الهامور؟ عمنا الكبير قال يجب أن أزورك، ومعي رسالة منه في مكان ما. نعم، إنها هنا. ها هي. عزيزي سبونج، أرسل إليك قريبك ستانلي كي يعيش معك. لا يحتفظ بأي عمل ويدمر أي شيء لم أعد أتحمله. قد تتمكن من إصلاحه مع حبي عمك. أهلا ومرحبا بك يا ستانلي. منزلي الأناناس هو منزله. ياه، تمتلك ثلاجة خاصة بك. غير مسموح لي بالاقتراب من ثلاجة عمينا الكبير. واو. حسنا، لن أضطر لتنظيفها. ستانلي، هل أنت بخير؟ حمامك أكثر من مدهش. هل هذا ما أعتقده؟ كنت أفكر في الاستحمام. فقط 29. لماذا لا تتركني أرحل؟ لا يسمح لي عمنا الكبير بلمس التلفاز. لماذا؟ هذا هو السبب. ما هذا؟ لا يهم، لا توجد برامج جيدة، لا شيء. تعمل في مقرمشات سلطة؟ لست فقط أعمل هناك، أنا نائب مساعد المدير العام، المسؤول عن بعض الأشياء. هذا أنا أفتح الباب، هذا أنا أخدم العملاء، وهذا أنا أتولى الصيانة والنظافة. من هذا؟ هذا أنا أعد سلطة برجر، أفضل وظيفة، إنها مهمتي. ليت كان لي مهمة. ستانلي، لم تعثر على هدفك في الحياة، لا أكثر. هل تعتقد هذا؟ أعرف هذا. إذن ما الذي تجيد فعله؟ لا شيء. لا شيء على الإطلاق؟ نعم. شيق، لنرى كم أنت بارع في لا شيء. هذا ممتاز، بسيط بارع في فعل لا شيء. ستتعلم من الأفضل. هيا تعال معي. أولاً اجلس على هذا المقعد، صفي ذهنك، لا تفكر في أي شيء إلى أن تصل أن تفضل لا شيء على الإطلاق. رأيت؟ أليس مدهشاً؟ أصفي ذهني، أفعل لا شيء. لا تستحق أن أعلمك فن عدم الحركة، ارحل من هنا. عميلي الأول، أهلا، أنا ستانلي. هذا مدهش جدا. أنا أريد. انتظر انتظر انتظر، لا أريد أن أنسى هذه اللحظة. ستكون صورة رائعة. والآن لنضع القبعات. نعم، لنتظاهر بالتشاجر الآن. أتشوق لرؤية كل الصور. قلت أنا مستعد يا ستانلي. ما معنى ما يحدث؟ يبدو المطبخ سيئاً. اعتني بعملك قليلاً يا فتى. انظر إلى قريبك ستانلي هنا، يزين منطقة عمله بصور جميلة مع العملاء. بالتوفيق في عملك الجديد. شكراً، أعتقد أنني سأكون أفضل فيها. صباح الخير يا مستر سكويت بانس. أهلا بالمدير. لا أصدق هذا، الأحمق سلطع يسمح لقريبي أفضل موظف عنده بالعمل. حسنا، هذه هي نهايتي. آسف يا سيدي. لا أصدق ما أرى.
بعد قليل. مرحبا يا بدائي. سبونج بوب، هل هذا أنت؟ سبونج بوب؟ لا، أنا سبونج ترون. أهلا بك في المستقبل. ماذا؟ أهلا في المستقبل. المستقبل. أشكرك. أنا لا يجب أن أكون هنا، يجب أن أعود إلى المنزل، إلى فترات الزمنية، يجب أن أعود. لماذا لم تقل هذا من قبل؟ آلة الزمن في نهاية هذا الممر. سحر العالم القديم. أعتقد أن هذا كان قبل اختراع السلوك. على الأقل لا أثر الإسبونج المزعج. ربما أستطيع أخيرا أن أكون وحدي مع الكلارينيت. بقعة هادئة بعيدة عن الأحمقين. ماذا تفعلان أيها السادة جان؟ يجب أن تصطاد هذه الأشياء، لا أن تتعذب بها. أعطياني قطع القماش. من المفترض أن تجعل الأمور أسهل. أعطني هذه، يجب أن تصطاد هكذا. هذا هو صيد القناديل. أخيرا. صدق هذا، كنت في الفضاء، سافرت إلى المستقبل ثم إلى الماضي ثم كنت في لا مكان، لكن عدت الآن لا تعرفان مدى سعادتي برؤيتكما. هذا يعني أنك تريد صيد القناديل. من الأحمق الكبير الذي اخترع هذه الرياضة؟ أنت يا شفيع. منزل جدتي، ترى ماذا ينتظرني هناك؟ كعك طازج، الحواديت، سترة مطرزة بالحب. ماذا أنتظر؟ جدتي جدتي جدتي. سبونج بوب. أهلا جدتي. تعال واجلس قليلا.
خذ كعكة يا سبونج بوب. جدتي تصنعين أفضل كعك في الأعماق. نعم. كعك جدتي. من يريد لعق الملعقة؟ أنا 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 أنا. شكرا يا شفيق. أليس رائعا؟ الجميع مزاجهم رائع. أكره أن أواجهك بالحقيقة، إنهم يسخرون منك لا يضحكون معك. هل فعلت شيئا مضحكا؟ جبهتك. جبهتي مضحكة؟ يا حبيب جدتك، قبلة قبلة قبلة. لا، أنتم مخطئون. لا عيب في تلقي القبلات من الجدة. لا، خاصة إذا كنت رضيعا يضع حفاظا. آسف يا جدتي، فليتوقف التقبيل. واجهها بالحقيقة يا سبونج بوب، لا مزيد من معاملة الصغار. إنه محق يا جدتي، التقبيل للصغار، ولست صغيرا، أنا كبرت، هذا أمر طبيعي. أتعرف أنت محق تماما؟ محقا؟ أعني بالتأكيد. اطمئن، لن تعامل كصغير في هذا المنزل بعد اليوم أبدا. يسعدني تفهمك للأمر. حسنا، لقد حسمنا الأمر، لكن ماذا أفعل بكل هذا الكعك الطازج؟ آسف يا جدتي، نحن الكبار لا نلعب دورا في استهلاك الحلوى. صح يا بسيط، أعطيني المزيد يا جدة. وأنت الذي كنت تنصحني. لا تنسى قبعة تناول الكعك. هذه قبعة الكعك الخاصة بي، يعني كانت لي وأنا صغير. انظروا من هنا، إنه حفيدي الكبير الناضج. جدتي اسمحي لي أن أتحدث مع بسيط حديثا ناضجا. بسيط، ماذا تفعل؟ كعك حليب ساخن. مريلة، هذه علامة قبلة على جبهتك، لنكن ناضجين. لا لا لا، اللعب ممنوع ببطن ممتلئة. من الصغير؟ أنا الصغير، أنا الصغير، أنا الصغير. النضج أمر ممل، أحب كوني صغير. لا أريد أن أكون ناضجا، أريد كعكا وحليبا، أريد سترة مطرزة بالحب، أريد أن أضع حفاظا، أريد اللعب بالعربة، أريد أن أحتضن دميتي مستر ستافي كيدز، أريد أن أتأرجح فوق فرس البحر، وأريدك أن تقبلي جروحي. سبونج بوب. لا يجب أن تكون صغيرا كي تحصل على حب الجدة. حقا؟ هذا أكيد، مهما كنت ناضجا ستظل حبيبي يا حفيدي الصغير. وتذكر، يمكنك تقبيل جدتك وتكون ناضجا، تفضل. أشكرك يا جدتي. جدتي، هل تكرمت بعدم ذكر هذا للشباب؟ لا مشكلة.